الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا هنبدأ في العهد المدني، يعني السيرة النبوية دايما بتنقسم لفترة مكة اللي هي بتنتهي بالهجرة، وفترة المدينة اللي هي بتبدأ برضه بالهجرة. فالموضوع هيختلف تماما، لأنه الهدف الأساسي كان من الهجرة إن المسلمين يبقى عندهم حرية واستقلال فعلا، في ان هو يطبق دينه، في ان هو يعيش، في ان هو يطبق شرع ربنا. انت في مكه المسلمين قاعدين مستضعفين، قاعدين في بلد كفر وفي بلد شرك واقليه، فهو فعليا مش عايش الاسلام. ده احنا اتكلمنا عن ازاي لما حد شاف سيدنا سعد اول مره بيصلوا واتخانقوا، وازاي سيدنا ابن مسعود قال انا هقوم اجهر بالقران، فكانت حاجات مختلفه. دلوقتي احنا هنبني مسجد وهيبقى فيه بلد مسلمه اصلا، فاهمين؟ وسبحان الله تبقى البلد الوحيده المسلمه على الارض وبتطبق الاسلام فعلا. فالعهد المدني مختلف تماما، الواقع مختلف تماما. العهد المكي كان كله في ايذاء وفي اضطهاد وفي مشاكل وفي اقليه وفي استضعاف وفي ناس بتهاجر الحبشه. العهد المدني انت هتشوف حاجات مختلفه تماما، هتحس بمود مختلف تماما. وبالتالي القران المكي مختلف عن القران المدني. لما تقرا سوره زي سوره قاف غير لما تقرا سوره البقره. لما تقرا القران المدني بتحس اولا او الايات حتى هتلاقيها طويله، الايات المدنيه كده طويله، وتحس ما فيهاش التنشنه بتاعه الاعراض والكفر والعند اللي موجود، ما فيش غيره اصلا في القران المكي. فسبحان الله المود في العهد المدني هيختلف معانا. بدا الموضوع زي ما قلنا، النبي صلى الله عليه وسلم وصل المدينه، واول ما نزل بقباء. النبي صلى الله عليه وسلم وصل يوم خميس قباء، وقعد فيها 3 ايام. الحته اللي هي بره المدينه اللي هي قباء، اللي هي لو دلوقتي احنا في سنتر المدينه عند المسجد النبوي ممكن نروح لها في نص ساعه بالعربيه، فبالتالي هي مش قريبه. او تلت ساعه مسجد قباء. والنبي صلى الله عليه وسلم استقر فيها وبنى المسجد زي ما قلنا، وبعد كده جمعه سبت حد يوم الاثنين راح ايه؟ راح المدينه. عشان كده سيدنا انس قال ايه؟ انه دخل المدينه يوم الاثنين فاضاء كل شيء. بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم توفى يوم الاثنين. وقام قايله برضه ايه؟ وتوفى يوم الاثنين فايه؟ فاظلم كل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل المدينه يوم الاثنين، وقلنا ان هو لما وصل كل اهل المدينه خارجين عليه، وكله عايز يستضيفه وكله عايز يأويه، ولكن هو ايه؟ وكله يمسك الدبه بتاعته فيقول لهم دعوها انها مأموره، هي هتقف في الحته اللي هي هتقف فيها. وبالفعل وقفت في حته كده وقال لهم انا هنزل في المكان ده، في الموقع ده. كان بيت سيدنا ابو ايوب الانصاري، واستضافه لفترة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيروح قباء كل سبت، عشان كده لما بنروح عمرة بنحاول يوم السبت هو اللي نزور فيه مسجد قباء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال على مسجد قباء حاجة عظيمة جدا، عارفين ثواب انك تصلي في ايه؟ ثواب انك تصلي في مسجد قباء. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد قباء كعمرة، انك تصلي ركعتين تاخد ثواب عمرة، عمرة في الحرم. مسجد ليه؟ لان ده اول مسجد اتبنى. فاهمين يا جماعة احنا بنتكلم عن ايه؟ اول مسجد اتبنى في عهد ايه؟ في عهد الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ده اول مسجد اتبنى، فده مش اي مسجد، ده اول مسجد. عشان كده ده المسجد اللي نزلت فيه الايه لما ربنا قال لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. لما المنافقين بنوا مسجد وعملوا مسجد ليهم عشان يجتمعوا فيه ويقدروا يتكلموا على الاسلام عادي، قال يعني هم في مسجد ومسلمين قاعدين في مسجد، المنافقين كانوا ايه؟ بيفكروا يعني. فربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تقم فيه ابدا، المسجد ده تهده، المسجد ده تهدموه، المسجد ده غلط، مسجد ضرار، ربنا سماه كده. المهم ان ربنا قال ايه؟ لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، قصده على المسجد. الايه بتشير لمسجد قباء، مسجد عظيم. وكان كل سبت النبي صلى الله عليه وسلم يروح له. النبي صلى الله عليه وسلم وصل المدينه، وقلنا هو نزل عند مين؟ عند سيدنا ابو ايوب الانصاري. العجيب انه النبي صلى الله عليه وسلم ما نزلش عند سيدنا ابو ايوب يوم او يومين. عارفين قعد عنده قد ايه؟ شهر. شهر كامل النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في بيت احد الصحابه. حوار فعلا، حوار والله فعلا حاجه عجيبه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقعد في بيت حد شهر. يعني بتخيل ده ان انا مش ما انا قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم شهر، اللي هو قاعد في البيت معاك شهر. حاجه عجيبه يعني، يصحى الصبح وبالليل وتدخلين وبيتغدى معاهم، بيقعد طبعا مش بيخرجش من البيت بس شهر كامل. سيدنا ابو ايوب زي ما قلنا كان عنده البيت دورين، قعد هو ومراته في الدور اللي فوق، والنبي صلى الله عليه وسلم في الدور اللي تحت عشان الناس تخش عليه براحته. خلاص وكانه خلاص البيت ده بتاعك بقى. وموقف عجيب حصل لسيدنا ابو ايوب وهو بيحكي ان هو
في مره بالغلط مراته وقعت او وقع منهم الميه، في ميه وقعت منهم. طبعا لما اقول بيت دورين مش فيلا دوبلكس، هو بيت دورين، هو في كده ايه شويه سلالم وطوب كده وخلاص خلصت يعني. فالميه وقعت وبتقع، فايه اللي هيحصل؟ فهتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي. فهو بسرعه قام رامي اللحاف عليها عشان تنشف ويباتوا هم مش متغطيين، بس النبي صلى الله عليه وسلم ما يتلمسش بنقطه ميه الميه. فسيدنا ابو ايوب يعني شال تقل انه ضيفه النبي صلى الله عليه وسلم شهر. ايه اللي بيحصل في الشهر ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم اول ما نزل المدينه كان اسمها يثرب، صح؟ عارفين الاسم ده، وده اسم وحش جدا، لانه يثرب دي جايه من ايه؟ عارفين لما سيدنا يوسف قال لا تثريب عليكم، جاي من اللوم، اللوم والعتاب، يعني التثريب ده اللوم والعتاب. فهي وليها برضو معنى تاني، الثرب ده اللي هو الفساد، فهو اسم وحش جدا خلاص. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم سماها ايه؟ لا سماها ايه؟ لا سماها طيبه. المدينه ده اسمها في القران، هتقرا كلمه المدينه ده القران، هي دي المدينه. انما النبي صلى الله عليه وسلم سماها ايه؟ سماها طيبه، انه انت مش يثرب، انت مش فاسده، انت مش بلد وحشه، انت طيبه. فاصلا المدينه اسمها طيبه، بس احنا خلاص بنقول المدينه لانه خلاص العرف كده. فده النبي صلى الله عليه وسلم سماها كده طيبه، او طابه سماها برضو طابه. فطيبه وطابه اسم جميل جدا فعلا. وعلى فكره النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب الحته دي قوي. في احاديث كتير حته الاسماء، في احاديث كتير النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يسال حد اسمك ايه، يقول له اسمي كذا، يقول لا انت سمي نفسك كذا، بلاش اسمك. اسمك ايه؟ اسمي كذا، لا ما تسميش نفسك كده، سمي نفسك. بيحب بيركز كان في الاسماء جدا، اسماء الحاجات واسماء البلاد واسماء الناس، لان هو بيقول انه الاسماء بتدل على الناس وده صح يعني. واحد اسمه صخر، واحد اسمه حرب، واحد اسمه كريم، فعلا الاسماء بتفرق يعني. وده اللي حصل. سيدنا علي، عارفين سيدنا علي لما انجب، فكان عايز يسمي ابنه ايه؟ حرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ بل الحسن، بل هو الحسن، سميه الحسن. فلما انجب تاني فسماه ايه؟ سيدنا علي حرب برضه. فما قال له الحسين. وبعد كده خلف ثالث سماه حرب. ليهم عندهم اخ ثالث سماه ايه؟ المحسن. النبي صلى الله عليه وسلم هو سماه الحسن الحسين والمحسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب الحته دي. ايه اللي حصل في الشهر ده؟ بيعملوا ايه؟ هو الناقه بركت في حته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هنا بيتي ومسجدي، لازم يبقى في مسجد. دي من الحاجات العجيبه، ان هو الاساس كان يلا نبني مسجد، لانه فكره وجود المسجد فكره عظيمه جدا جدا في الاسلام. طول ما في مسجد والمسلمين بيصلوا في المسجد، طول ما في امه. انت الكونسبت مش مفهوم لان احنا مش بنطبقه، بس فكره انه ده مسجد المنطقه دي وطبيعي ان احنا بننزل فيه، بقى طبيعي في علاقات اجتماعيه، بقى طبيعي في مكان نتقابل، بقى طبيعي في اخوه، بقى طبيعي في معرفه، بقى طبيعي في الجيران عارفين بعض. لو انا 5 مرات باليوم بنزل المكان وبشوف بيه نفس الناس كل مره وكلنا بنشوف بعض، فاهمين قيمه المسجد ايه؟ قيمته عجيبه جدا في ربط الامه. مش بس كده بقى، ده المسجد اللي مثلا المنطقه دي او الحي ده او الشارع ده بيتقابلوا فيه عشان مثلا يقرروا حاجات ليها علاقه بحياتهم الاجتماعيه، قرارات معينه، امور معينه محتاجينها. تفهمين فكرة انه في مكان يا جماعة دايما بيجمعنا كعبادة وكحياة. المسجد فكرة عظيمة، عشان كده يعني احنا دلوقتي موضوع المساجد مش بسهولة تنزل بقى نقعد في المسجد وكده، لانه هو فعلا حاجة كبيرة، حاجة ليها دور، حاجة ليه ممكن على اساس النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجمع الناس ويتفقوا على الحرب في مسجد، يتفقوا على الزكاة في مسجد، يتفقوا هيعملوا ايه في المعاهدات في مسجد. فالمسجد ده كان قيمته عظيمه جدا 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 في حياه المسلمين، والمفروض ان هو يبقى كده. وعلى فكره اللي حاليا مرتبط بالمسجد برضو بيشوف من ده شويه، بيبقى ليه علاقات مع ناس معينه اكتر من العادي. على فكره حتى في الجامعه كنا كده، لما بتروح المسجد اللي في الجامعه بتتعرف على الناس، اللي انت بتكون صحبه، بتتعرف على ناس وتشوفهم كل يوم، فبتلاقي انه المسجد فتح لك سكه، فتح لك سكه مش للصلاه، فتح لك سكه لانه يبقى فيه ديفلوبمنت في الحياه نفسها. بتعرف على ناس، باخد خطوات مع ناس، بنشوف بعض، بنعرف اخبار بعض، وممكن على اساس كده اصلا مثلا ايه اتعرفت على فلان فحصل كذا فبقينا اصحاب، فده اشتغلت معاه. دايما كده تعرفت بعض منين؟ من المسجد اللي في الجامعه، من المسجد اللي في النادي، من المسجد اللي تحت البيت. فخلي بالك من دي، انزل المسجد. انزل المسجد مش بس عشان تصلي، فلما تنزل المسجد ما تصليش بس، فهمتوا؟ ما تصليش بس، لانه انت بتبص في المسجد بتلاقي شباب،
الهدف ان احنا نتعرف على بعض، احنا بنقول السلام عليكم ورحمه الله ونبص يمين وشمال وبنقف جنب بعض واهدنا الصراط المستقيم. ففكره انه يبقى في وحده في الامه منطلقه من المسجد، فانت ما تبقاش بتروح المسجد ما بتعرفش، فاهم؟ تروح تصلي وتمشي لوحدك، فين في شويه في مسلمين حواليك هنا، يعني كويس انك تاخد وتدي معاه وتعرفه على بعض، لان غالبا اهل المسجد هم ايه؟ هم ناس كويسه. فما تفوتش على نفسك يعني لا المسجد ولا ناس كويسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هنا هنبني المسجد، وكانت ارض بتاعت ناس، وكان فيها تاني مكان تاني قبور كده مشركين ونخل، فقطعوا النخل ونظفوا القبور دي، وبعد كده الارض دي النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم نشتريها، مرضوش يعني مش عايزين طبعا، لا نتبرع بيها للمسجد. وبعد كده في الاخر بدوا يبنوا المسجد. ده اللي حصل في اول الموضوع. حصل برضو حاجه عجيبه جدا، ان هم لما وصلوا المدينه المهاجرين واهل مكه والمسلمين لما وصلوا المدينه، عارفين لما يبقى في فيروس منتشر، في فيروس انتشر، فبس هم زمان ما كانش في التقدم العلمي بتاع في فيروس وفي كذا وفي كذا، فكان دايما يسموها الحمى. الحمى يعني ايه؟ الحمى يعني البرد، الحمى يعني السخونيه، ماشي؟ الحمى يعني ايه؟ السخونيه. فهم دايما يسموه الحمى، بحيث انه ده من الاعراض، ان واحد بيجيله سخونيه جامد قوي 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 وممكن يموت. فحصل في المدينه انه انتشر حمى. فاحنا دلوقتي يعني التفسير العلمي دلوقتي انه غالبا في فيروس معين، مرض معين، ايا كان، بس يعني مش هتفرق كتير، انتشر مرض في المدينه. فعشان كده بقول لك لما تسمع الحمى افهم ان هو مش المقصود السخونيه بس، يعني ان هو ده مرض بس، دي ده دليل عليه. فهم دايما كانوا بيتكلموا كده. فانتشرت الحمى، انتشرت جامد يا جماعه، يعني الناس بقت عارفين زي الكورونا كده دلوقتي، يعني الصحابه كانوا قاعدين واللي قاعد في بيته مريض، وسيدنا ابو بكر حتى كان ليه من يعني هو وهو تعبان عم بيقول شعر، فمن الشعر اللي بيقول والموت ادنى من شراك نعلي، يعني خلاص انا حاسس اني بموت يا جماعه، يعني الموضوع كان شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا ان ربنا يصرف الحمى دي عن المدينه ويطلعها في اراضي بعيده. الفكره بس في ايه؟ ليه ده حصل؟ فاهمين قصدي؟ ليه ده حصل؟ يعني انا بفكر كده، ليه دايما لما واحد ياخد خطوه مع ربنا ممكن يبتلى بان هو يحصل له حاجه اصلا بسبب الخطوه دي او في الخطوه دي؟ ده بيحصل كتير يا جماعه، دي بتبقى لازم تشوفها. يعني كان ممكن ربنا ما يبتليش المسلمين بالبلاء ده. البلاء ده بيجي عشان نشوف مين ضعيف الايمان، مين اللي بيشكك، مين اللي هيقع بسهوله، مين اللي هيقع معاه الالم، مين اللي متردد، اللي داخل اللي رايح ربنا وهو مش واثق فيه، اللي رايح ربنا وهو ايه وهو مش عارف، انت مش مالي ايدك، انت مش مطمن، بقى انا رايح كده الله اعلم اصلا دلوقتي مخنوق ومش عارف اعمل ايه اصلا غير كده. ساعات بيحصل كده، ساعات واحده مثلا عايز تاخد خطوه في الحجاب، اول ما تاخد خطوه في الحجاب يحصل لها حاجه وحشه في حياتها، او حاجه مباشره ليها علاقه مثلا صحابها يخسروها مثلا بسبب الموضوع، او جوازها تبوظ، يعني يا اما حاجه مباشره او غير مباشره، المهم ان هي بتيجي بعد الخطوه على طول، عشان انت عشان ربنا يرى بس انت اصلا جاي ليه، انت ناوي تكمل فعلا ولا لا. عشان الامثال اليهود والمنافقين اللي في المدينه لما يشوفوا ده يشمتوا اكتر في المسلمين ويكرهوا الاسلام اكتر، ويلاقوا حته يتريقوا عليه فيها، ويلاقوا حته يشككوا المسلمين فيها، فضعاف الايمان يبانوا. يعني انت ربنا مش يعني احاسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وخلاص كده وهم لا يفتنون، لا، ربنا بيقول ايه؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فانت لازم تعرف ان انت هتبتلى، ربنا هيختبر صدق ايمانك. ده الابتلاءات مش كبيره عليك خالص، ما تقلقش، بس انت لازم تبقى فاهم ده، لازم تبقى فاهم ان ربنا بيختبرني. ممكن عبادة في الأول تصعب على واحد قوي، طب ليه بتصعب؟ عشان تشوف الأول أنت فعلا ناوي تجاهد ولا لأ، وبعد كده تلاقيه مثلا في صلاة الفجر خلاص ما بيفوتهاش مثلا، هتلاقيه مثلا في عنده مشكلة مع الأغاني وفي الأول، بعد كده خلاص ما بيسمعش أغاني ومبطل وما عندوش، خلاص مش فارق. ليه؟ لازم يحصل اختبار، مش فكرة أنا خلاص يا رب ماشي. طب نختبر بقى إن أنت جد وإن أنت راجل وإن أنت عايز فعلا، إزاي؟ بيحصل لك ابتلاء، فساعات الابتلاء يبقى صورته ان انت بسبب الخطوه اللي خدتها دي، فاهم، تتكعبل في حياتك، يجي لك مرض مثلا زي ما قلت. طب يعني انا صليت اصلي، فلما اصلي يحصل لي كده، ساعات يحصل لك ده، ساعات تيجي تروح لربنا تلاقي الدنيا
فمشيتش ليه؟ عشان انت تقعد توسوس كده وتشك ونفسك تكلمك والشيطان يجي لك وانت محتاج تقول لها، تقول لنفسك لا الشيطان ما يضحكش عليك، انا عارف كويس قوي ان ربنا بيختبرني انا هصبر ولا لا. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ربنا عايز يريد انه يرى مني ان انا راجل، وانه انا عارف انه الدين ما يجيبش الا خير، وان انا مصدق. فيوم ما تعمل كده خلاص تمام. انما في ناس بقول لكم بتقع بسبب دي، ملحوظه جدا جدا، وتلاقي الكلام من بره جاي له ايه يا ابني، ما انت اللي عارف نفسك، يعني ما انت مش لازم اصلا تشدد قوي على نفسك كده، انت لو انت كنت ماشي كويس لما كنت اصلا بعيد. تلاقي الكلام كمان بيتقال له، يعني الشيطان بيقول له وشياطين الانس بتقول له وهو نفسه مش قادره، فيبدا يشكك. خلي بالكم من دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا، ودعا كمان بايه؟ دعا حاجه غريبه جدا، قال اللهم، يعني مش حاجه غريبه بس قصدي حاجه يعني غير متوقعه، قال اللهم حبب الي المدينه كما حبب كحبنا لمكه او اشد، وصححها. يعني ايه صححها؟ يعني المرض اللي فيها ده، وانقل حماه. اللهم حبب الي المدينه. الدعاء ده ليه بقول عجيب او غريب؟ لان احنا فعلا فعلا بنحب المدينه، واللي بيروح المدينه المدينه ليها يا جماعه، يعني اكتب كده حتى على جوجل، اكتب مثلا فضائل المدينه ولا حديث عن المدينه، تلاقي الموضوع ان المدينه دي كانها الحته الحلوه اللي في الكره الارضيه، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم عنها وكلام الصحابه عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللي يحب المدينه هو اللي عنده ايمان، واللي ما يحبش المدينه هو اللي عنده نفاق، وانه الايمان لا يأزر الى المدينه. يعني عارفين لما التعبان بيخش جوه الجح، النبي عشان بيقول كده الايمان بيخش جوه المدينه كده. انت فعلا بتخش المدينه تحس بحاجه سكينه، تحس بهدوء، تحس ان انت مبسوط، تحس ان انت مرتاح، سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينه وقال عنها كلام خلى المكان ده فعلا لما بتقعد في الارض دي في المدينه بتحس بحاجه بحاجه روحانيه عجيبه، لدرجه ان في ناس بتحبها اكتر من مكه، وده مش صح. عشان بس تبقى فاهمين ان دي مدينه المسلمين، وده بيت ربنا، يعني الكعبه حاجه ثانيه يا جماعه. لازم برضو نبقى حاطين كل حاجه في حجمها، ولكن المدينه فعلا من اجمل الاماكن اللي في العالم. مش فكره مزار سياحي ولا فكره فيها ايه، فكره انت تبقى موجود فيها بس وتبقى قاعد جوه الجو بتاع المدينه ده، ترتاح جدا جدا جدا. ففي الاول الموضوع كان فيه مشكله كده وحمى، وبعد كده ربنا اذهبها والمدينه بقت طيبه، بقت من احلى الاماكن. فبنوا المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم بنى معاهم المسجد. ودي من الحاجات المعروفه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان هم بيحفروا الخندق بيحفر معاهم، وهم بيبنوا المسجد بيبني معاهم. مفيش حاجه اسمها ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه واقف من فوق كده وانت اعمل وانت ما تعملش وبيقولوا لي عملتوا ايه. يعني من الحاجات اللي بتثبتني دايما، لانه اللي بيهندس وبيخطط ومش عارف ايه بيبقى عاده ما بيحبش يشتغل اصلا بايده، انما النبي صلى الله عليه وسلم كان فعلا يعني عظيم جدا في الحته دي. عمل ايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ تزوج من السيده عائشه، خلاص في اوائل خلاص العهد المدني ده، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من مين؟ من السيده عائشه. واحنا قلنا ان هو اصلا كان ايه اللي حصل في مكه؟ يعني ايه اللي حصل؟ دي ما كانتش اول لقاء، عقد عليها بالظبط، حصلت الخطبه اللي هو يعني ربط الكلام هنا وبكره والعقد كمان، انما الزواج نفسه حصل فين؟ حصل في المدينه. وقلنا انه ده اصله وحي، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل كده في حديث وقال للسيده عائشه ان اريتك في المنام، انا اصلا جالي وحي في المنام انه سيدنا جبريل وكشف وانت اللي كنت شايل كان شايلك وكان دي زوجتك. خلاص بيتقال له ان ده امر من ربنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى بيها وهي 9 سنين، وقالت كده ان هي قالت ايه؟ ان رسول الله يعني عقد عليا وانا بنت 6 سنين وتزوجني وانا بنت 9 سنين. ودي كانت المراه البكر الوحيده اللي النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، يعني كل اللي هنتكلم عنه في ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متجوزين قبل كده. سيده عائشه كانت وضع خاص جدا. كان سيدنا عمرو بن العاص مره النبي صلى الله عليه وسلم بعته في غزوه، فانتصار كاسح يعني سيدنا عمرو. فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم وساله سؤال، لما تفهم السؤال تفهم هو ساله ليه. هو قال له ايه؟ من احب الناس الي؟ هو راجع من غزوه ومنتصر وعامل حاجه حلوه للمسلمين، فراح يقول له سيدنا عمرو ايه؟ انت مين اكثر حد بتحبه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عائشه. تخيل يعني مين اكثر حد بتحبه؟ قال عائشه على طول. قال له لا من الرجال. فقال له ايه؟ ابوها.
سيدنا ابو بكر، بعد كده قال عمر، فانا ما اعرفش بقى سيدنا عمر سكت عشان ايه يعني، كفايه كده. بس النبي صلى الله عليه وسلم قال من الرجال، قال ابوها، قال ثم من؟ قال عمر الخطاب. سيدنا عمر يقول ايه؟ فعد رجالا، يعني قعد يقول بقى اسامي ناس تانية. فانما اول حد قال عائشه، النبي صلى الله عليه وسلم كان اكتر حد بيحبه في الدنيا السيده عائشه. فحاجه عجيبه جدا جدا، لانه علاقتهم ببعض مش علاقه عاديه. طبعا احنا عشان بنحكي السيره فمش هنتفرع، بس تحتاج تعرف عن علاقه النبي صلى الله عليه وسلم بالسيده عائشه ومواقف ما بينهم لا يعني لان الموضوع كان مختلف تماما عن تصورنا عن السيده خديجه. السيده خديجه كانت اكبر منه، السيده خديجه كانت العقل والشخصيه والكاريزما والحضن واللي بتهديه واللي بتنصحه واللي بتاخد بايده، فاهمين؟ السيده خديجه كانت مين؟ السيده عائشه بقى كانت الصغيره اللي بتهزر، اللي بتغير، اللي بتتعصب، اللي بتجري، بتلعب، فاهمين الفرق؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم مع السيده عائشه، لا ده هو كمان يعني ايه؟ ده هو اصلا بيربيها، ده هو اصلا هو اللي بياخد باله منها، ده هو اللي بيتعامل معاها بالمنظور ده. فالفرق يعني الشخصيتين مختلفتين تماما يا جماعه. شخصيه السيده خديجه مع سنها مع طريقتها مع شخصيتها حاجه، السيده عائشه بقى قصه ثانيه خالص. الحكمه كانت ليه ربنا يريد قلنا ان هو يتزوج من السيده عائشه. واحنا طبعا اتكلمنا على فكره 9 سنين دي، قلناها دي اصلا شبهه مش شبهه اصلا، لانه حتى اليهود نفسهم ما قالوش انتوا ازاي تتجوز 9 سنين، لانه زي ما قلنا الزمان ده بالسن ده بالتكوين الجسماني والنضج ده موضوع تاني خالص. زي بالظبط زي ما قلنا جدودنا لما كانوا بيتجوزوا وهي 15 سنه عادي، ليه؟ لانه يا جماعه السن كان يسمح. انما دلوقتي الواد اللي عنده 30 سنه اصلا ايه محتاج يكبر كده وايه ده ويبطل الافاره اللي هو فيها دي وبعد كده يتجوز. فالزمن غير الزمن، فدي مش شبهه لان هم ما اتكلموش اصلا فيها زمان. انما الحكمه المهمه جدا ان احنا نفهمها كلام عن احد الائمه اسمه الامام الزهري، تفهم ليه قيمه الجواز النبي عليه الصلاه والسلام السيده عائشه وهي صغيره كده، ومن السيده عائشه بالذات. الزهري بيقول ايه؟ بيقول لو جمع علم الناس كلهم وامهات المؤمنين لكانت عائشه اوسعهم علما. السيده عائشه يا جماعه كانت من فقهاء الصحابه، كانت من علماء الصحابه. انت لو سمعت اي حديث للسيده عائشه، لو سمعت كلامها تحس انه كلام كبير قوي، انا اصلا مش فاهم اغلبه. لغه عربيه فظيعه، علم فظيع. الصحابه كانوا يقعدوا يقولها ويسالوها ليه؟ هي كانت جوه بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هي اكتر حد شافه وقعد معاه ويعرف تفاصيل في عبادات كتيره اللي حكى لنا عنها السيده عائشه. طب السيده عائشه عاشت قد ايه بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ 50 سنه. فاهمين يا جماعه هي عماله تنشر علم وتساعد الامه قد ايه؟ دور سيدة عائشة كان عظيم جدا جدا بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام توفى في نقل السيرة ونقل السنة ونقل العلم، غير ان هي اصلا كان عندها الفقه والدماغ مش بس اللي هو بتقول لهم اللي عارفاه. فسيدة عائشة كان ليها دور عظيم. وطبعا الهدف الثاني المهم جدا علاقة النبي عليه الصلاة والسلام بأبو بكر، هتبقى اقوى واقوى لان هو هيبقى الخليفة. فافهم انه في بعد لانه اللي بيتجوز ده دلوقتي رسول، فمعنى انه رسول هو بشر، يعني ممكن تبقى البنت دي عجباه شكلها، ولكن هو رسول مش هيعمل حاجه ملهاش دعوه فاهم بالوحي والشرع والرساله. فده كان الـ 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 الحكمه يعني. كان نفسي اخش في المواقف الحياه اللي ما بينهم، بس عشان اقول لكم ما يتفرعش، بس حاول تبحث في دي مواقف جميله وعجيبه، بس عشان تفهم شخصيه السيده عائشه ان هي يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان دايما يخرج في غزوات او في سفر كان يعمل ايه؟ كان يعمل قرعه مع زوجاته مين اللي هتخرج معاه. فالسيده عائشه وضعها مختلف، لان هي مثلا تخرج معاه فيقول للجيش اسبقوا انتوا ويقعد هو مثلا ايه يلعب هو ايه. وفي قصه مشهوره ان هو في الاول قال لها تسابقيني، فهي بتقول كنت خفيفه اللحم يعني كنت لسه صغيره، فبتقول فسبقته. فبعد شويه لما كثر لحمي طب سابقيني تاني فسبقني، فقال هذه بتلك خالصين. فالفكره كلها ان انت تفهم العلاقه دي، علاقه السيده عائشه بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلاقه البيت كانت عامله ازاي. علاقه حلوه جدا فعلا. وهو بيقول لها مثلا السيده عائشه انا بعرف امتى بتبقي زعلانه مني، فبتقول له امتى؟ فالسيده عائشه فبيقول لها لما تبقي ما عندكيش مشكله معاه تقولي ورب محمد، لما عندك مشكله معاه تقولي ورب ابراهيم. فشوف الشخصيه يعني هي ايه، هو رسول ماشي بس دي مراته، في نفس الوقت فرق السن مع ان هي صغيره وشخصيتها لسه بتتطور. مواقف كلها ايه؟ كلها يعني فيها الحته دي. شوف المقارنه دي مع علاقته بالسيده خديجه، يعني ده حاجه وده حاجه.
كان النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه زي اولاد او ايا كان السن، مش يعني مش مركز في سن بالظبط، بس هم بيقولوا في الاحاديث الاولاد، اولاد ممكن يبقوا شباب ممكن يبقوا رجاله ايا كان، بس وقاعدين بيلعبوا بيعملوا ايه، ناس جايين من بره المدينه وبيعملوا ايه زي عرض كده او بيلعبوا يعني بيفرجوا الصحاب، فهي واقفه في الاوضه وعايز تتفرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها عايز تتفرجي، فيقوم مطلعها عليه فتقوم سند عليه تتفرج. فاهمين العلاقه عامله ازاي؟ فيها حته كده مختلفه تماما عن السيده خديجه اللي هي كانت اصلا تحتوي النبي صلى الله عليه وسلم في اول الدعوه، تقف جنبه تدافع عنه تقول لها بتقول له رايه بتوجهه بتنصحه، وحتى لما كان محتاج اصلا حد يعني يحتضنه كانت دي السيده خديجه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان السيده خديجه بالنسبه له حاجه مختلفه، يعني انا ده السند اللي في حياتي، ده الحضن اللي في حياتي. ولما السيده عائشه نفسها بشخصيتها دي برضو ايه غارت من السيده خديجه وهي عمرها ما شفتها، بتقول انا اصلا ما شفتهاش، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ما ابدلني الا الله ايه بخير منها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول على السيده خديجه ايه، ما فيش حد احسن من خديجه، ويقول على السيده عائشه ايه اكتر واحده بحبها. هو في الاخر هو كان متعلق فعلا بيهم صلى الله عليه وسلم يعني. ف انما المواقف اللي بينهم كتيره، بس انا حبيت اوصف لكم طبيعه العلاقه عشان انت فاهم مين السيده عائشه، عشان المواقف اللي مع السيده عائشه كتير كده، ان هي مره تغير من زوجه من الازواج فممكن تغتابها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها لا ده غلط، ولقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لعذبت، يعني انت قلت كلمه غلط، التغيير اللي انت عملتيه ده غلط، وهي بعد كده تستغفر وتقول له استغفر لي. السيده عائشه شخصيه تتعلم منها فعلا وتتاملها فعلا، وازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل معاها، دي حاجه مهمه قوي عشان برضو يعني ان شاء الله اللي مقبل على الجواز وكده يفهم انه يعني الزوج من احد ادواره ان هو الولي، هو السند، هو الابر هاند، بمعنى انه البنت عاده محتاجه حد يحتويها ويشيلها وياخد باله منها ويعني يبقى هو دوره ان هو يساعدها ويعينها، ده الزوج، مش بس في الفلوس، في مبدا الحياه نفسه. عشان كده الغرب متضايقين شويه من الكلام ده وعايزين الحته بتاعت لا ده احنا نقدر واحنا لا قادر على التحدي الحاجات دي يعني. فانما يعني هو الاصل في الست كده، فالاصل في الزواج كده، لان هو الاصل كده في الست يعني. المهم ان هم بنوا الايه؟ بنوا المسجد وبنوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده بقى كل ما النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج كانوا يبنوا حجره ليه ولزوجاته على طول لازقه في المسجد. يعني انتوا لما تروحوا المسجد القبر مش جوه المسجد، هو يعني هو دلوقتي بيعتبر جوه المسجد، بس هو كان الاصل المسجد اهو، وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم حجرات كده، حجرات هو وزوجاته. وعشان تبقى فاهم انه حاجه عجيبه جدا وصف المسجد او الحجرات كانت عامله ازاي، بيوت الصحابه كانت عامله ازاي يا جماعه. سيدنا الحسن البصري بيقول انا كنت بخش بيت النبي صلى الله عليه وسلم وممكن البس السقف بايدي، وان هو في الاخر شويه جريد، عارفين الجريد اللي هو زي جذوع النخل كده وجريد، ويقول لك هو البيت ملوش غير باب واحد، يعني هو كانوا بيسالوا حتى هو كام درفه، يقول لا هي درفه واحده، هو الباب درفه واحده، بيت واحد يعني مدخل واحد، شويه حاجات كده معموله، شويه طوب كده بسيط. يا جماعه الناس دي فعلا فعلا ما كانتش عايشه للدنيا يعني، وما كانش الهم الاساسي الدنيا. كان لما النبي صلى الله عليه وسلم مره عدى على واحد من الصحابه ولقاه عمال يظبط في السقف بتاع البيت وعمال ما اعرفش بقى يعمل فيه ايه بالظبط يعني، قال الامر اسرع من ذلك. عارفين لما انا اقعد افكر دلوقتي عايز اغير العربيه واجيب ايه ومش عارف ايه، ونقعد نبني توقعات واحلام والدنيا وهعمل ايه بقى كمان 10 سنين، نفسي اخد بقى حاجه في الساحل ومش عارف ايه وقسط على 100 سنه الحاجات دي، الامر اسرع من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له موضوع الدنيا ابسط من كده، موضوع الدنيا هي شويه ايام كده على شويه سنين وبتخلص وهتنتهي، فما تركزش معاها. طبعا دي نصيحه علينا، لان انا يعني كلنا يا جماعه احنا كل حياتنا الدنيا، وهنعمل ايه وبنخطط ونفكر والقدام بقى، ويعني انا لسه مع واحد صاحبي يقول لي وفي بقى كاس العالم في قطر السنه اللي جايه، فاحنا عايزين نظبط ان احنا نروح السنه اللي جايه دي، ايه ده كمان يعني، طب احنا ما شاء الله مأملين، احنا في الدنيا دي بنعمر جامد يعني، فاهم؟ وعمروها اكثر مما عمروها، ربنا يقول كده انه في احنا في الدنيا راميين لقدام، راميين خطط، فاهم؟ شايف نفسك فاهم انت لسه اصلا ما اشتغلتش،
لا شايف نفسك فين كمان 5 سنين يا عم؟ فهي الواحد اخر راح قال لها الامر اسرع من ذلك. طيب شكرا، انا بكلمك ان شاء الله. هي الدنيا يعني، الدنيا المفروض تتشاف كده، واحنا للاسف ما بنشوفهاش كده، وطالما ما بنشوفهاش كده نتعامل معاها غلط، بعكس النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه او الناس اللي حتى في زماننا دلوقتي شايفه الدنيا صح. القران دوره ان هو يوريك الدنيا صح. انت مفيش مره هتمسك القران هتلاقي كلام عن الدنيا الا وكل واخد اتجاه واحد، لعب ولهو وزينه ومتاع الغرور، وما تقارنش بالاخره، والاخره خير وابقى، والدنيا فانيه وساعه من النهار. مفيش مره كلام عن الدنيا الا على انها ولا حاجه، وحشه بسيطه بتخلص، لقد خلقنا الانسان في كبد. الوحي دوره القران والسنه ان هو يقول لك شوفها صح، افهم حقيقه الدنيا، عشان احنا بنتلذذ بوهم الدنيا، وهم الدنيا فعلا، وبنسرح فيه ونغوط فيه، وبعد كده الاخره اللي هي الحقيقيه، ان الدار الاخره اللي هي الحيوان الحياه الحقيقيه مش مركزين معاها، ونعيش مع الوهم ونختار الوهم على الاخره، ونضحي بالحقيقه على بالوهم ده، والوهم ده متعب. الدنيا متعبه جدا والله جدا يا جماعه، ما بناخدش منها اللي احنا عايزينه، مهما خدنا منها مش ده اللي انا كنت عايزه، انا عايز اكتر، انا عايز حاجه مختلفه، انا عايزها بيوريفايد، يعني مش عايز زي ما انا واخدها كده، يعني مش عايز، انا عايز الصحه بس مش فاهم، مش بالظبط كده، وعايز الفلوس بس مش وعايز كل حاجه باخدها في الدنيا ناقصه حته، ومش زي ما انا عايز، وناقصه كتير ولسه عايز اكتر. فالدنيا متعبه، يعني انا بحس ان انا بتعب بسبب الدنيا دي. طب ما تطلقها بقى، فاهم؟ يعني سيدنا علي قال يا دنيا غري غيري اني طلقتك 3، تطلق بال3. بس سيدنا علي بيقول كده، انا بقول كده، انا بعور، احنا انا فعلا بحبها جدا وبفكر فيها جدا وبتتعبني جدا ومش متلذذ بيها، انا هنعمل ايه؟ يلا دينا عايشين، ده دي مشاعرنا، وده يعني ده ديفينيشن الدنيا اللي انا حصلت عليها. طب وبعدين؟ بعد نفسه بعدين، طب وبعدين تجيب العربيه، وبعد ما تجيب العربيه او الموبايل الا ولا خلاص جبته حلو تمام خلصت كده، لسه ما اكتفيتش منها، ما انت اصلا ما بتكتفيش منها، انت مش مخلوق عشان الدنيا، فلو خدت كل الدنيا مش هترضى، فما بالك بقى ان انت ما بتاخدش كل الدنيا، انت معاك 50 جنيه في جيبك، فاهم؟ انت واخد، يعني مالكش دعوه بال 5% اللي معاهم الدنيا دول، احنا تحت يا جماعه، يعني احنا تحت خالص، فاهم؟ انتوا عارفين احنا فين صح؟ فاحنا اللي هو تشيكن فيلا ولا ماكدونالدز، فاهم؟ عشان مش هينفع لازم ناكل فراخ. ليه؟ عشان احنا هي الدنيا كده، احنا دي دنيتنا. طب الدنيا دي مبهدلانا والله، واخدانا يعني سوبلكس، وبرضه من بنموت نفسنا عشان، بنتعب نفسنا عشان، بنقهر نفسنا عليها. طب الاخره؟ لا احنا مش معانا الاخره خالص، احنا مش مركزين في الاخره. هيحصل موقف معانا قدام شويه انه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، بما ان احنا فتحنا موضوع، هيروحوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يلاقوا بقى في غنائم بقى وفي فلوس وكده، ويقولوا له احنا عايزين شويه دنيا بقى. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل ايه؟ الايه في سوره الاحزاب، يا نساء ان كنتن ايه؟ تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالينا ايه؟ يعني ايه اسرحكن؟ التسريح ده اللي هو الطلاق. خلاص لو عايزين الدنيا خدوا الدنيا، هديكوا الدنيا بس ما تكونوش دعوه بيا. وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره ان الله عدل المحسنات من كنا اجرا عظيما. عايزين دنيا ولا اخره؟ ظبط البوصله، ظبط البوصله. النبي صلى الله عليه وسلم، طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش كده؟ عشان على بس عشان تبقى فاهم، الزهد هو مبدئيا عمل قلبي، يعني ان الدنيا انا اشوفها ببساطه كده زي اللهم الامر اسرع من ذلك، ده معنى الزهد، انه يبقى في قلبك الموضوع مش مستاهل، وده مش احنا، ما تضحكش على نفسك. بس تكلف الزهد بالافعال ده مهم. يعني ايه تكلف الزهد بالافعال؟ يعني ان انا ما افتحش على نفسي في الدنيا، ده صح. يعني انا انت عايزني ما... يعني عايز، عشان احنا بنقعد نحور، احنا ما بنقولكش انك تبقى كده، بس لو انت فاهم انه كل ما معاك دنيا اكتر دي حاجه مفيده ليك، ده لا، ده مش صح، ده مش صح. تعال ناخد سكرين شوت كده، اللي معاه دنيا قوي، اللي معاه فلوس قوي، اللي معاه اخباره ايه مع ربنا؟ بكل بساطه، ليه؟ هي الدنيا بتعمل كده، الدنيا مضره، كترها غلط. فالنبي صلى الله عليه وسلم عارفين كان يعمل ايه؟ كان يقفل على نفسه، كان يقول اللهم اجعل قوت ال محمد كفافه، قوت يعني اكل، يعني يا رب ارزقني الايه؟ اللي انا محتاجه بس. فاهم العقليه دي؟
مره جه النبي صلى الله عليه وسلم واحد، على فكره الكلام اللي بقوله ده النفس تكرهه، انت بتقول لي امنع نفسي من الدنيا، ايه يا عم الدين ده، ايه يا عم الكلام ده، عشان نفسي يكون جوه، ايه يا عم انا عايز يا عم في ايه، حتى حلال ما انا عارف والله، بس كتره غلط والله، كتره غلط، ده شيء تبعي، دي سنه، بص بص على الواقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم مره جاله واحد فقال لهم اذبحوا اذبحوا شاة، فذبحوا ذبحوا شاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اما والله لم اذبحها لك، عشان بس تبقى فاهم انا اصلا ما ذبحتهاش عشانك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده عدد معين لو زاد يذبح، فاهمين دي؟ فاهم اللي هو بص انا هحوش 1000 جنيه، لو جالي الزياده هطلعهم صدقه، انا مش مش عايز يبقى عندي دنيا بالزياده، مش عايز يبقى عندي دنيا على الفاضي، اخاف منها. النبي صلى الله عليه وسلم كان علاقته كده بالدنيا، ده النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. فانا يعني عشان بس ارجع بقى اقول كلامي يعني ببساطه، انا ما بقولكش ايه اقطع دنيا، انا بقول لك خاف منها، انا بقول لك خاف منها لان هي مضره، لما تخاف منها تعامل معها بحذر، واولا شوفها الاول صح عشان نبقى بس يا جماعه بتوع اخر الكلام ده، انا اول ده ليا اول واحد عشان بس نبقى فاهمين، انا بقول كلام انا فاهمه بس يا رب اعمله ماشي. طيب فدي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد في الاول كان حته كده بسيطه، لو في بقى فيديو ايديتنج كده ويجيبوا لنا المسجد وكده كانت هتبقى حلوه، بس يعني لو انت رحت المسجد النبوي، حد راحه عشان ابقى فاهم بكلم مين، حد راح اللي راحه ماشي شويه اللي راحوا دول القله دول، القبر في حته كده اللي هي الروضه دي بيسموها الروضه، حته كده قد الحته اللي انتوا قاعدين فيها دي ماشي، او مرتين ثلاثه خلاص، وبعد كده تمشي شويه شويه الروضه تلاقي منبر، هو ده اصلا كان بس المسجد يعني، هي كانت كده بس، وبعد كده وسعوه، وبعد كده وسعوه، وسيدنا عثمان اشترى ارض عشان يوسعوه، لو اقرا برضو او دور على اليوتيوب على توسعات مسجد النبوي ازاي وصل للحجم ده ومين بنى يعني اتعرف على تاريخ حلو يعني تفاصيل حلوه. بس من الحاجات النبي صلى الله عليه وسلم عملها، ودي برضو لو انت رحتها، الحته بتاعت القبر، القبر اهو والروضه اهي، الحته اللي ورا القبر دي حد ركز فيها بكاء، لو رحت هتحسها سلالم كده، تحسها زي مكتبه كده، المهم يعني الحته اللي لازقه في حجرات بيت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيسموها ايه؟ الصف، خلاص كانوا بيسموها اهل الصفه، هم اللي بيجوا يقعدوا فيها. يعني ايه اهل الصفه؟ ناس جت تهاجر وعلى باب الله، معاش فلوس، معاش اكل، معاش حد حته تقعد فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيرعاهم، وكانوا عشرات، وكان منهم سيدنا ابو هريره، وكانوا بيصرف عليهم من اموال المسلمين، ومش معنى كده ان هم كانوا عاله على المسلمين، بس هو ظروفه صعبه جدا، لا بيت ولا اكل ولا اي حاجه، زي سيدنا ربيعه لما قال له سلني يا ربيعه، عارفين سيدنا ربيعه بن كعب كان من اهل الصفه، اهل الصفه يعني كانوا ناس يعني زيهم زي المسلمين، بس قدر ربنا ان هو فقير لدرجه فظيعه، فكانوا بيقعدوا هنا في المنطقة دي، فبنوا المسجد وحددوا منطقة أهل الصفة، وبنوا حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، وزي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بالسيدة عائشة، وبعد كده عمل حاجة تانية عجيبة جدا جدا جدا، إيه هي؟ المؤاخاة. يعني إيه المؤاخاة؟ جاي من الأخوة. النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ جاب المهاجرين خلاص؟ وجاب أهل المدينة اللي هم مين؟ الأنصار، وبدأ يقول له أنت أخوه. وانت اخوه وانت اخوه واسماء في الحديث بالاسماء، يجيب له اسامي الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم قال مين مع مين مين مع مين، جاب كل واحد ويقول له ايه انت المهاجرين ده اخوك اهو الانصار، ده اخوك ده الانصار، انتوا فاهمين يا جماعه اخوك بجد، قبل ما ينزل ايات المواريث اللي هو الورث يتوزع ازاي، كان اخوك ده هيورثك لو مت، كانت كده والله في سوره الانفال اخر ايه بيقولوها كده هتفهموا كده، ف اللي هو طب قولها لنا عشان ما نخشش في ايات المواريث، بس كان في الاول الموضوع تخيل الاخوه كانت لانهي درجه، ده اخوك ده خلاص يعني كانك كده فتحت حاجه على الدنيا اكتشفت ان بقى عندك عندك اخ هو ده اخوك، كانت اخوه كانت حاجه عجيبه جدا جدا ان انت تصحى تلاقي واحد بيقول لك ده اخوك، يعني ايه اخوك؟ يعني خلاص يعني هو جزء منك، يعني لو ما قالوش فيش حاجه حته يقعد فيها هيقعد معاك في البيت. الموضوع بقى كان عجيب لان احنا انا دلوقتي مش قادر افهمه، يعني مش يعني انا لو جالي مثلا حد وقال لي في واحد سوري ولاجئ ومش لاقي حته فهيبقى اخوك النهارده، ماشي النهارده ماشي هتضيف انما ده خلاص هيبقى اخوك، ايوه يعني ايه يا رسول الله هيبقى اخوك، يعني هيستخدم عربيتك معاك بقى ولو احتاج فلوس هتدي له، ازاي الانصار يا جماعه وصلوا للمرحله دي؟ انا مش قادر افهم الانصار دول، يعني دي ناس طب قررت تقوي الاسلام وهندافع عنه وهنموت عشانه وهنعادي العرب ماشي، بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه؟
كل واحد فيكم بقى عنده اخ متوليه. الانصار يعني اللي هو طب لحد امتى مثلا؟ طب ينفع؟ لا، ما كانوش كده يا جماعه، كانوا خلاص تعالوا حبيبي وتفضل، ويدخلوا بيته، ولو عنده مال يقول له هسيبه معاك. في واحد من الانصار قال لسيدنا عبد الرحمن ابن عوف: وانا متجوز كذا واحده، شوف لو حد عاجبك اطلقها لك، وانت خلاص تتجوزها لما عدتها تخلص. تخيلوا يا جماعه، تخيلوا يا جماعه، بيتكلموا بالمنطق اللي هو احنا واحد خلاص، اللي انت عايزه انا بضحي بقى، انا مش فارق معايا اصلا اي حاجه. انت يعني ايه؟ يعني انت لو جايب سندوتش يا جماعه من ماكدونالدز، انت متضايق ان انا واخد منه قطمه؟ يعني انت متضايق ما تطلب يا عم، هطلب لك ولا هتقول احنا للدرجات دي؟ احنا فكره ان انا، عارفين ده اسمه ايه؟ عارفين ده اسمه ايه؟ ده اسمه الشح. الشح دي اللي هو البخل والطمع والانانيه، فاهمين؟ الشح، النفس عندها شح. فكره حتى الكلمه وانت بتقولها تحس ان هي ايه؟ تحس ان هي في نفس كده اتقطع، لان كله اتكتم. النفس شحيحه، محدش ياخد من حاجتي، محدش يجي عليا، محدش يضايقني، انا اهم، انا احسن حاجه. احنا النفس البشريه كده. الانصار عملوا ايه في الشح ده؟ ذبحوه، ذبحوا الشح ده خالص، بقوا انت مش انا. دي اللي انا شكرا ربنا ليه: والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم، اللي هم الانصار تبوأوا الدار يعني تبوأوا المدينه، هم كانوا قاعدين في المدينه من قبلهم، يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني أنت أديله لبسي، أديله أكل عادي، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هو مش بيديله حاجة هو مش محتاجها، هو بيديله حاجة هو طبيعي إنه بيحبها. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ربنا بيتكلم على الأنصار في القرآن بالطريقة دي، لأن هم عملوا حاجة غريبة. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يكتب بقى فضل الأنصار، واسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم إيه. اتكلم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة فعلا ليها علاقة يعني باللي هم بيقولوه ده، ان هم يا جماعه بيضحوا بوقتهم ونفوسهم وفلوسهم وما عندوش تخيل يعني. لما جم المهاجرين، النبي صلى الله عليه وسلم قال للانصار ايه؟ يشتغلوا عندكم في الاراضي. فالانصار قال: لا لا لا، احنا نديهم نص الاراضي وخلاص. يعني ايه نص الاراضي؟ يعني انا ادي واحد نص، واحد عنده عمارتين اقول له خد عمارتين خدها؟ لا. وبداوا يتجادلوا، لا، ياخدوا نص الاراضي، لحد ما المهاجرين: لا احنا نشتغل وانتوا، يبقى انتوا ده ايه؟ ده راس مالكم، واحنا بالمجهود ونقسم اللي هيطلع. مش ممكن فعلا الانصار دول، ازاي واحد يوصل لمرحله انه يضحي كده؟ دي حاجه لازم 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 الاخوه تطبع عليك بقى شويه. لازم يظهر عليك انك مسلم عن طريق اخلاقك في تعاملك مع المسلمين، مع اخواتك المسلمين. ودي من الحاجات اللي ضايقتني في لفظ اخويا اللي بقى ينتشر وخلاص. ده زمان ما كانش فيه اللفظ ده، 3 4 سنين ما كانش فيه اخويا. دلوقتي واحد ما يعرفكش مش فاهم لك اخويا. ليه؟ عشان ما تمشى كده خلاص، زي كابتن بالظبط. ماشي يا كابتن اخويا. لا، لفظ اخ في الشرع في الدين ده حاجه بجد، ده معناه اخ بجد، ده معناه واحد تموت عشانه وتضحي عشانه وليه حقوق عليك، وانت المفروض يبان عليك ان انت انه ده اخوك. انما المؤمنون اخوه، ربنا قال كده. فانت النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم على الاخوه بشكل عظيم جدا، وهو بيقول للصحابه: لا تنجشوا ولا تدبروا ولا تلمسوا، يعني بيتكلم عن بلاش ده بلاش ده، ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله اخوانا. ما ينفعش تبقوا كده. المسلم اخو المسلم، لا يسلمه ولا يبغضه. النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم كتير: ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والاخره، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه. كلام كتير قوي: والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لان امشي في حاجه اخي خير الي من ان اعتكف في مسجدي هذا شهرا. ان فكره انه ده اخويا المسلم فانا بعبد ربنا بان انا بتعامل معاه، دي حاجه كبيره. فانت لازم ده يظهر عليك ان انت مسلم وده اخوك المسلم، وان انت تيجي على نفسك وان انت تضحي وان انت تحترمه. وان انت يا جماعه، ده ربنا قال: ولا تنبذوا بالالقاب، ما تقولش ما تسميهوش اسم ما بيحبوش. انت فاهم الليفل؟ يعني ما تقولوش يا تخ مثلا لو بيتضايق من انت متخيل ربنا بيكلمنا في ايه؟ ما نديهوش بايه ونديه بايه؟ لا يسخر قوم من قوم، ربنا بيتكلم بكل وضوح. ما تتريقش عليه، ما تتريقش عليه التريقه اللي بتهينه اللي بتضايقه، اللي هو احنا مثلا ما شاء الله يعني رقم واحد فيها دي. في حاجات كده، في ناس بتيجي على يعني تعالى عشان نطلعه على المسرح والمدرسه ونتريق عليه ونضايقه ويزعل، مش مهم طبعا، المهم احنا ايه؟ نتلذذ كنفوسنا، الشح اللي فيها ده يتغذى كده ونبقى شرانيين، بس احنا من بره يا عم ده صاحبنا وحبيبي وبتاع. بس فربنا بيكلمك في اخلاق تانية خالص، تعاملات تانية خالص، ده لو انت مسلم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم اخى ما بينهم، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، بيقول إيه بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لولا الهجرة، يعني هو اسمه إيه بسبب الهجرة؟ اللي بيهاجروا اسمهم إيه؟ مهاجرين. هو بيقول لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، يعني لولا، يعني لولا بس إن أنا كنت أبقى عايز أبقى واحد من دول، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، لو دول ماشيين في حتة مش وراهم وخلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبهم فعلا، فهم أثبتوا ده جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصار شعار والناس دثار. يعني إيه بقى؟ جامدة جدا والله الكلمة دي. دثار دي لما النبي صلى الله عليه وسلم قال دثروني، فاكرين دثروني؟ يعني إيه دثروني؟ يعني غطوني. لما الدثور دي اللي هي اللبس اللي من فوق، الشعار دي اللي هي اللبس اللي من تحت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ الأنصار إيه؟ شعار، بصوا قريبين منه إزاي ويحبوهم إزاي، والناس دثار. يعني الانصار في حته تانية عند النبي صلى الله عليه وسلم، بيحبهم جدا. فيعني علاقتك بالانصار محتاج تشوفها لما تعرف مين الانصار دول. دول اللي بذلوا للدين، دول اللي ضحوا بحاجات باساسيات حياتهم يا جماعه. يقول لكم الموقف بتاع سيدنا سعد بن ربيع ده وعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف ده المهاجر اخوه سعد بن ربيع، دخل بيته قال له ادي مالي، ادي نص فلوسي، وادي بيتي، وادي زوجاتي، وشوف انت اللي انت عايزه. سيدنا طبعا عبد الرحمن بن عوف ده، عشان يعني ما اظن انتوا عارفين، بس هو اغنى اغنياء الصحابه عبد الرحمن بن عوف، ماشي؟ بس احنا دلوقتي بنتكلم عنه امتى؟ في الهجره. طب هو هيبقى اغنى اغنياء امتى؟ خلاص ما هو لسه بقى. فهو قال له ايه سيدنا عبد الرحمن في الجمله دي؟ قال له دلني على السوق، قال له تقول لي بس الشغل هنا فين والبيزنس فين. سيدنا عبد الرحمن بن عوف ده من اغنى، يعني من يعني اشطر واحد في الصحابه في التجاره، فاهمين؟ اشطر واحد في الصحابه في البيزنس. فهو التاني بيقول له نقص ومش قال له بس قول لي ايه، يقول لي يعني بعد يقول انا قدام شويه اغنى منك ما تقلقش مش محتاج الكلام ده، دلني على السوق. وفعلا بقيت الحديث انه سيدنا عبد الرحمن بن عوف راح السوق وبدا يتاجر، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال انا خلاص اتجوزت وانا معايا يعني الدنيا. سيدنا عبد الرحمن يعني ربنا يبارك له. فيعني مواقف الانصار عجيبه يعني. عمل بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم حاجه ثالثه، الحاجات الكبيره اللي حكينا عنها النهارده، المسجد ماشي، والأخوة اللي النبي صلى الله عليه وسلم عملها، وزواجه من السيدة عائشة، وكمان دلوقتي اللي يعملوا الوثيقة، هما قاعدين في المدينة. طب هنعيش ازاي؟ أيوه، ايه الشرع اللي هيحكمنا؟ ايه المبادئ اللي هتحكمنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كتب وثيقة وعمل وثيقة. خلي بالك في يهود، في كفار ما أسلموش، وفي مسلمين، ولازم يبقى في حدود واضحة بقى، معالم واضحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب، ان كان بقى عايز تتصور هو زي الدستور كده، المبادئ اللي هنعيش عليها، احنا مين، احنا بنعمل ايه. ويكتب النبي صلى الله عليه وسلم علاقه المسلمين ببعض، وعلاقه المسلمين باليهود، وعلاقه اليهود باليهود، وعلاقه المشركين، وزي مثلا فكره ان المدينه دي وعلاقتهم بالمدينه نفسها بلد احنا بندافع عنها، وقريش دول عدو ممنوع حد فينا يواليهم. فاهمين فكره الوثيقه؟ ان هي توضح علاقه المسلمين ببعض، والمسلمين بغير المسلمين، والمدينه وعلاقتنا بالقبائل اللي بره، وعلاقتنا بالكفار اللي بيعادونا، لان دلوقتي اهل المدينه كلهم لازم يلتزموا بده. ودي من الحاجات المهمه جدا جدا انه يبقى في سيستم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كتب الوثيقه اللي بتوضح كل تفاصيل علاقه مين بمين كمسلم بمسلم غيره، عشان الناس تلتزم بيه. وهتبدا الحياه في المدينه بقى، يعني احنا كل اللي بنعمله ده ايه؟ كان تاسيس العهد المدني، فاهم؟ تاسيس المسجد وتاسيس العلاقه اللي ما بين الناس والقانون اللي بيحكم الناس، طبعا كله بالشرع. ودي من الحاجات اللي ممكن نختم بيها، ان هم كانوا عايشين في بلد بجد مسلمه. مفيش على الارض الموديل ده، انه يبقى في حته بتطبق الاسلام 100%. دي مش موجوده. من اول ما عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش موجوده، والنهارده واحنا بنتكلم اللي احنا بنقوله ده مش موجود. ان يبقى في حته بتطبق الدين 100%، يعني الواحد نفسه بس ايه، يعني اروح هناك بس يومين ثلاثه اشوف يعني ايه دين بيطبق 100% في لبس الناس، في طريقتهم، في معاملتهم مع بعض، في الشغل، في يعني ايه في مسجد، ويعني ايه في دايما صلاه، ويعني ايه في مسلمين عايشين. ومش معنى كده عشان تبقى فاهم انه المدينه الفاضله دي ما فيهاش غير مسلمين، لا، ما هي فيها يهود وفيها كفار، وكان ليهم الاسواق بتاعتهم، وكان ليهم الاماكن بتاعتهم. بس في نفس الوقت المسلم اللي عايز يعيش مسلم صح كان يعرف يعمل كده 100%.
يعني الموديل ده الواحد ايه بتصوره كده ومش متخيله لان هو مش موجود، عشان بس تبقى فاهم يعني. انما سبحان الله من ناس كانت بتستخبى في دار الارقم ويجيب واحد فاهم يكلمه عن ربنا ويدخله مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم، لناس بقوا دلوقتي قاعدين في بلد اسمها مدينه المسلمين، ليهم خليفه ليهم قائد النبي صلى الله عليه وسلم بيطبقوا شرع بي بي بيصلوا، انت متخيل لما وصلوا لفين يعني. فان شاء الله المره الجايه هنكمل تفاصيل الحياه في المدينه، وهل قريش بقى هتسكت ولا هيبداوا ينكشوا ويعملوا، هنخش بقى غزوه بدر وقصص كده حلوه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.